احتفت حمادات أضرار بموسيقى التوارق المغلة في الجمال. الجمهور كان متناغما مع موسيقى التاندي ورقصات الرجل الأزرق الذي أبهر بجزره ومده كأنه يداعب رمال أضرار. ما الترقية أمو جهوز كان جاتو ما استنكلت ما شقد ولاية أضرار لا وهرت عيد واس السين نعيد الخيمة الترقية. التظاهرة الثانية من تظاهرة عيد الخيمة الترقية، التظاهرة الأولى كانت السنة الماضية وهذه السنة أحيينا التظاهرة الثانية. هذه التظاهرة شاركت فيها عدة فرق، أربع فرق المتعلقة بالخيمة، منها فرقة الصناعات التقليدية للحرفيين باجي مختار، وفرقة توماست وفرقة يسبر المرهان. وعلى مدار ثلاثة أيام تقسم الأضراريون نفحات الفن التمنغستي في إطار فعاليات مهرجان الخيمة الترقية المنظم من طرف الجمعية الثقافية إسبر مرهان. هذه يعني بالنسبة حاجة مليحة، يعني قاع جمعيات لقوا وروا النشاط نتاعهم، يعني هذه تبع الثالثة هذه يعني استفد منها، شفنا بزاف حوايج عجبونا. إبراهيم غوم أمين وعقال التوارق بمنطقة التصيلي قال إن هذه الخيمة المتجولة في أرجاء الجزائر ستكون نافذة للتعريف بتراث الجزائر العميقة. حضرت المهرجان في ولاية أضرار، هذا خطرة اليوم عندي ثلاثة أيام يسمى ونستمر، عجبني مليح على كلمات اللي يعطوها الشباب على تدعيم النشاط، وعجبني نقولوا التدعيم تاع النساء حتى هما على مجهودهم اللي نجح. وتبقى معارك التوارق وهم يفرون ويكرون في مساحتهم الضيقة أجمل الصور التي قد تشاهدها وأنت جالس جلسة القرفساء فوق الرمال وتحت خيمة.